ازيك يا كابتن خالد؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله يا كابتن، وارحب بالضيوف اللي معاك. لا مفيش حد معايا. انا مفيش حد معاك؟ ازيك ازيك يا رمزي، ومبروك يا الله حبيبي يخليك، انتقالك لنادي الزمالك. الله يبارك فيك يا كابتن خالد، وانا مبسوط ان انا بكلم حضرتك، وعايز بس اقول لحضرتك حاجه. انا بشكرك بس على الكلام اللي انت قلته امبارح كابتن، يعني دي معلش تلاقيك زعلت من كابتن فاروق شويه، بس لا لا والله كابتن يمكن كابتن فاروق مش متابعك، يعني هو لا عشان انا اللي عرفته ان هو يعني بطيء شويه. لا وانت اصلا من اسرع لعيبه في مصر يعني. ربنا يخليك كابتن خالد، وانا والله ما ده على كابتن فرق على راسي يعني، والشهاده احتز بيها ان هو يقول لي مثلا مطور من نفسك، دي حاجه شرف ليا يعني، صحيح. وانا بشكر حضرتك على الكلام اللي انت قلته امبارح والله يا لا كابتن. انت لعيب كويس وتستاهل يا ربنا رمزي. يخليك. رمزي عايز اسالك سؤال، ايه مكانك؟ انت بتلعب ايه اساسا وايه الاماكن اللي لعبتها؟ انا يا كابتن السنه اللي فاتت مع كابتن حسام، يعني هو برضه ليه فضل عليا بعد ربنا، ان انا لعبت باك رايت وباك ليفت، ولعبت بندر، ولعبت هاف رايت وهاف ليفت وتحت الفراوده. فانا اللي كان كابتن يعني حسام تقدر بيطلب تلعب مني، حتة الباك ليفت دي؟ انا كنت بلعبها ولعبتها في ماتش الاهلي اللي احنا خسرنا فيه الدور الثاني 1-0. اللي انتوا خسرتوا فيه 1-0 في اسكندرية، انت لعبت باك ليفت. لعبت باك ليفت، فانا ما عنديش مشكله. انا اي يعني انا اهم حاجه كابتن خالد ان انا في اي حته العب، انا بقى الحمد لله يعني بأديها، واهم حاجه رجلي تكون في الملعب بس. طيب يعني قابلت باكيتا ولا كابتن لا مستني؟ لا لا ما لسه حصلش نصيب لسه. هتنزل فانا تدريبات امتى مع الفريق؟ لا انا لسه على كابتن خالد، لسه هروح اسكندريه، بس يعني انا لازم من خلالك اشكر جمهور نادي الاتحاد، لان الناس دي ليها فضل عليا كبير، وبشكر الاداره وبشكر اللعيبه زمايلي، هم اكيد طبعا يعني هم بعد ربنا هم اللي ساعدوني على اللي انا فيه ده، فانا بشكرهم وبتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. تمام. وبشكر دكتور محمود ميشيل لانه برضه ساعدني كتير، وبشكر بحيري، انا مش عايز انسى حد يعني، الناس دي برضه لها فضل عليا، ونادي الاتحاد ليه كبير وليه فضل عليا كتير، وانا ما اتعرفتش الا من خلال نادي الاتحاد. انت عندك كام سنة يا رمزي؟ انا 23. 23 سنة، لسه صغير جدا. ربنا يوفقك رمزي ربنا خالد يخليك يا لاعب كابتن. الزمالك الجديد.